تكون على المسلمين أو هل يوجد مواجهة؟ نعم يوجد مواجهة ويوجد صراع، ولكن أنا أقول بأن هذا الصراع وبأن تلك المواجهة هي قائمة على منطق القوة والضعف وليس قضية المسلم وغير المسلم. العالم يظلمنا لأننا ضعفاء. لا أستطيع أن أتصور أو أن أقول بأن لدينا 1,700,000 مسلم يستطيع المسلمون العرب أن يتحدثوا باسمهم ويقولون بأن هناك مؤامرة على الإسلام والمسلمين. من الممكن أن يتعرض المسلمون العرب في بعض المناطق لنوع من الظلم ولنوع من المؤامرة، لكن لا أستطيع أن أجعلها مؤامرة على جميع المسلمين. وفي الوقت نفسه عندما أقول بأن هناك مؤامرة، هل هذه مؤامرة من أتباع دين على أتباع دين؟ لكن أنا أقول بأنها مؤامرة مدفوعة بدوافع سياسية من أقوى ومن مسيطر من مستبد من يسعى إلى الاستحواذ وإلى السيطرة وإلى الإخضاع ويستغل ضعف شعوب وتراجع أمم. المدار والصراع في المؤامرة يكون على القوة والضعف وليس على الإسلام وغير الإسلام، وأنتم تعلمون أن القوة الأساسية عند المسلمين هي إسلامهم، ولذلك هم يستهدفون. الإسلام كمنظومة حضارية فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية تربوية، هذه هي التي تقلق الأعداء، ولذلك هم يحيكون لنا هذه المؤامرات ولا يريدون للمسلمين أن يقوموا على أقدامهم، لأن قيام الإسلام والمسلمين هو يعني نهايتهم.